أهلا بيكم. النهاردة يوم مهم جدا مع قيمة علمية كبيرة في عالم النساء وتأخر الإنجاب. خلينا أقول لكم أن الموضوع بتاع النهاردة مهم مهم ومزعج لأي ست. الست لما يتقال لها وهي في سن ربما مش كبير أنت المبيض بتاعك بدأ يضعف، أنت المبيض بتاعك بدأ يكسل، في كسل في أداء المبيض، ده معناها ترجمته بالنسبة للست أن فرص الإنجاب هتبقى أضعف وأقل. وطبعا احنا بنعيش في مجتمع دلوقتي وفي عالم الحقيقة نقدر نقول ان الوحوش اللي بتتربص بالمبيض وحوش عديدة ومتنوعة، من تلوث لتوتر لإزعاج لمواد كيميائية في كل حاجة، لمواد سامة ومواد شبه سامة موجودة ومنتشرة في الهواء، في التنفس، في التلوث، في الغذاء، حتى في المية، كل حتة في العالم. أنا بتكلم على العالم يا جماعة، نسبة التلوث فيه ونسبة الإصابة بمشاكل خاصة بهذا التلوث عالية جدا. وكسل المبيض ليس موضوع إقليمي، يعني مش موضوع موجود في الشرق الأوسط ولا موجود في المنطقة العربية، ده موجود في العالم كله، بل إن في حتت في العالم مش عارفين يفسروا لها، زي المناطق الاسكندنافية، المناطق الموجودة فوق الدنمارك والسويد، مناطق الباردة، الحكاية دي بالنسبة لهم هاجس جبار، لأن ده معناها إن البوبيوليشن اللي أساساً متأثر بسبب عزوف الناس عن الجواز وحاجات كتيرة بداخلة في الموضوع، رغبة الشباب إنه يعيش حياته سنجل، والبنات عايزة تعيش برضو الأم الاندبندنت اللي هي الأم المستقلة دي. في الدول دي الموضوع ده لوحده فاكتور بيقلل فرص زيادة العدد بتاع البلد ووجود شباب، فهم خايفين جداً جداً. هنا الموضوع له علاقة كبيرة جدا. لو شفنا المبيض، لو شفنا تكوينه هتستغربوا، المبيض كائن حساس للغاية، تأثيراته الهرمونية كثيرة، ارتباطه الوثيق بالهرمونات اللي حواليه عالي جدا، علاقة المبيض وثيقة بالغدة النخامية هي اللي بتشغل الـ FSH والـ LH يا باشا، علاقة المبيض وثيقة بالغدة الدرقية، وهنفهم الكلام ده النهاردة. لما الغدة الدرقية يحصل فيها مشاكل المبيض تلقائيا هيحصل فيه مشاكل. المبيض كنسيج بيتأثر باللي حواليه، بيتأثر ببطانة الرحم المهاجرة، بيتأثر بالأكياس الوظيفية اللي ممكن توجد حواليه. كل العوامل دي لازم نقف قدامها عشان نوقف خطر مهم جدا، جزء منه باين وأسبابه لو بحثنا فيها هتبقى واضحة بالنسبة لنا، وجزء تاني أسبابه لسه غامضة. هنتكلم النهاردة كمان على الأبحاث الجديدة اللي بتتعلق بتنشيط المبيض وإرجاعه لحيويته، Rejuvenation of the ovary، ده عنوان مهم جدا أصبح موجود في كل المقاييس العلمية، كل المنتديات العلمية النهاردة. النهاردة حوار ممتع جدا مع ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم القدير في عالم يعني النساء والتوليد، في عالم التجميل النسائي، في عالم التعامل مع فشل المبيض المبكر أو تأثر المبيض المبكر، عشان نبقى دقيقين بلاش كلمة فشل دي، خلينا نقول تأثر. ضيف العزيز الأكاديمي المتميز الأستاذ الدكتور محمد فرج الشربيني، أستاذ أمراض النساء والتوليد، الأستاذ بكلية الطب والعضو المشارك في الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد بإنجلترا، وعضو الجمعية الأمريكية للتجميل النسائي، وصاحب دكتوراة أمراض النساء والتوليد، واستشاري الحقل المجاري وجراحات المناظير والتجميل النسائي، ورئيس مجلس إدارة مركز تبارك للولادة والحقل المجهري والتجميل النسائي الاسم القدير. أهلا بك يا دكتور. أهلا دكتور أيمن، أهلا بحضرتك. الحقيقة الموضوع أحييك عليه لأنه موضوع شيق جدا، فخلينا نبدأ الأول كلمة المبيض لما يكسل أو يفشل، أنهم أدق الكلمة الأدق إيه، والتعريف الأدق والدقيق لكلمة بريماتيور أوفيريان فيلير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حضرتك قدمت الكلام على المبيض، كلام مهم جدا. المبيض ده عضو ليه وظيفتين مهمين جدا، اول حاجه وظيفه انجابيه، تاني حاجه وظيفه هرمونيه. الكلام مهم قوي لان كتير قوي من الناس بينسوا الوظيفه الهرمونيه بتاعته، خصوصا لما يكون في مشاكل، في فشل، بيبصوا على التبويض، مفيش قدره انجابيه، يقول السيده دي خلاص، ينسوا الوظيفه الهرمونيه اللي هي مش شغاله بتاع المبيض. دي حاجه مهمه قوي هنتعرف لها في الكلام اللي جاي دلوقتي، فلازم ناخد بالنا منها قوي. طبعا فشل المبيض، المفروض المبيض بيبقى ده شغال طبيعي من سن البلوغ لغايه سن 50 سنه على الاقل، بيبقى بيشتغل كوظيفه انجابيه يعني القدره على الانجاب، بيشتغل كوظيفه هرمونيه اللي هي بتحافظ على الجسم بتاع السيده والهرمونات الانوثه بتاعتها طول الفتره ديت.
لما يتوقف عمل المبيض قبل سن الأربعين سنة ده بنسميه فشل مبكر في المبيض. يعني السيدة اللي هي عندها المبيض جاء عند 40 سنة أو قبل سن الأربعين سنة مبقاش شغال، ده فشل مبكر في المبيض. ليه نوعين، في عندنا نوع أولي ونوع ثانوي. الأولي اللي هو السيدة من عند البلوغ البنت وهي صغيرة وسط مرحلة البلوغ المبيض ما اشتغلش خالص، دي بنسميه فشل أولي في المبيض ما اشتغلش. فشل ثانوي المبيض اشتغل وجاء عند سن 25 سنة وقف، عند 30 وقف، 35 وقف، ده فشل ثانوي. يبقى كده عرفنا فشل مبيض يعني توقف عمل المبيض عند سن أقل من 40 سنة سواء أولي أو ثانوي. الأسباب، الأسباب مهمة جدا يا دكتور أيمن. ليه؟ لأن في أسباب نقدر نتجنبها ونبعد عن موضوع فشل المبيض، ودي حاجة مهمة جدا ولازم، ده الدور التوعوي بتاع برنامج حضرتك المهم جدا بالنسبة للمشاهدين. إحنا عندنا في أسباب كتيرة لفشل المبيض، طبعا بنحاول إن إحنا نتجنبها بقدر الإمكان، وإزاي نتعامل معاها عشان ما نوصلش لمرحلة فشل المبيض. عندنا أول حاجة عندنا الأوتو أميون اللي هو خلل جهاز المناعة اللي هو بيعمل أنتي أوفيريان أنتي بوديز، بيعمل أجسام مضادة للمبيض. عندنا في بعض الامراض اللي هي المناعيه بتعمل كده، عندنا في اديسون ديزيز اللي هو بتاع السوبر رينال جلاند، عندنا في عندنا الهاشيموتو ثايرويدايتس اللي هو بيبقى مرض في الغده الدرقيه ده بيبقى مرض مناعي في الغده الدرقيه اللي بيؤدي لفشل المبيض برضه، عندنا سيستميك لوبس اريثروماتوزيس اللي هي الذئبه الحمراء، عندنا برضه روماتويد ارثرايتس برضه اللي هو مرض الروماتويد، عندنا الميسينيا جريفيس، كل الحاجات دي بيبقى فيها اجسام مضاده ممكن توصل للاوفري وتعمل فيه دمج فبالتالي تؤدي الى فشل المبيض. العبره من الكلام ده ايه؟ ان احنا اي سيده عندها حاجه من الامراض اللي هي ممكن تؤدي الاوتو اميون ديزيز ممكن تؤدي لفشل المبيض لازم نحطها تحت الميكروسكوب، مجرد ما حصل زواج نعملها كهاي ريسك، مش كواحده عادي متجوزه ونصبر عليها براحتنا، لا نعملها زي ما يكون واحده عندها 40 او فوق ال 40 سنه ومتجوزه، نصبر لها شهر اثنين ثلاثه ما فيش، نلجا لوسائل مساعده بسرعه جدا جدا عشان نستغل الوقت لان دي ما عندهاش وقت طويل ان احنا نقعد نضيع فيه، فدي بسرعه جدا ما حصلش حمل لوحده نلحق على الحمل الحقن المجهري ناخد وسائل مساعدة ما نستناش. ده بالنسبة للسبب الأولي اللي هو الأوتو إميون. عندنا السبب الثاني الانفكشن، العدوى. العدوى دي من الحاجات اللي هي ممكن تسبب فشل المبيض، عندنا في بعض الفيروسات في بعض البكتيريا ممكن تؤدي لفشل المبيض. المشهور قوي الفيروسات عندنا المامبس اللي هو ده بالنسبه للرجال بيعمل اوركايتس وبيعمل اتروفي في الايه ضمور في الخصيه. المامبس اللي هو باللغه العربيه مش هنعرفه باللغة العربية بس هو اللي هو النكاف تقريبا. النكاف بالظبط يا دكتور أيمن. ده بيؤدي في الرجال لضمور في الخصية، في السيدات بيؤدي لفشل في المبيض. عندنا برضو السيتوموجالو فيروس السيدات، عندنا الفيروسيلا زوستر فيروس، يعني كلها فيروسات. مجموعة الفيروسات دي بتؤدي ايه فشل في المبيض. عندنا البكتيريا، عندنا ممكن التيوبركولوزيس اللي هو الدرن، ده برضو بيؤدي لفشل المبيض، بيعمل تدمير للمبيض. عندنا الملاريا في بعض الأوقات برضو بتعمل فشل في المبيض. فيبقى احنا عندنا بالنسبة للعدوى في مجموعة الفيروسات، مجموعة البكتيريا بتعمل فشل مبيض. برضو بنستفيد من كده ايه؟ ان احنا اي سيدة هيجي لها اي عدوى من دول بسرعة جدا تتعالج علاج قوي وعلاج سريع، علاج افكتيف، ما نسيبهاش ولغيت لما نوصل لمرحلة تدمر. يعني واحدة جالها بلفيك تيوبركلوزس مثلا، نلحق بسرعة الجرعات العالية عشان نحافظ على المبيض ما نسيبهوش يضيع. بعد كده عندنا زي ما حضرتك قلت برضو في المقدمة ان احنا عندنا السموم اللي هي التوكسنز. الحاجات المشهوره قوي التوكسنز اللي هي للاسف كومن برضو شويه عندنا السموكينج، التدخين، سيدات المدخنات بشرها دول بيبقى عندهم نسبه عاليه جدا ممكن يخشوا في فشل مبكر في المبيض، سواء هي بتدخن اكتيف او باسيف، يعني واحده زوجها مدخن شره وهي داخله قاعده معاه على طول، واحده قاعده في مكتب كلهم مدخنين فطول يوم عماله رايح السجاير، دي من الاسباب التوكسنز اللي هي ممكن تؤدي لفشل مبكر في المبيض. عندنا برضو الانسكتسايدز اللي هي الايه المبيدات الحشريه، الاسراف فيها كتير وكل يوم بيروسول بيروسول، دي من الحاجات برضو اللي تؤدي لفشل المبيض. خطيرة جدا يا جماعة، خلي بالكم الحكاية دي. يعني تمام. أنا بخافش من الحشرات ولا خاف من الناموس والدبان، أخاف من المبيدات الحشرية. تمام. ده من الحاجة هي بتأثر طبعا على جميع أجهزة الجسم. عندنا برضو اللي هي الكيميكالز موجودة بقى في الأكل واللي موجودة عندنا في الشرب والحاجات اللي حضرتك قلت عليها برضو، دي من الحاجات تؤدي فشل في المبيض. دي كلها حاجات افويدبل، يعني نقدر نتجنبها ونبعد عنها وفي نفس الوقت كده بنحافظ على المبيض بتاعنا. هو احنا الفايدة ان احنا بنعرف الأسباب، ان احنا نعرف ازاي نحافظ على المبيض ونبعد عن الفشل بتاعه. عندنا كده بعد كده في حاجة مهمة جدا، السيدات اللي بيجيلهم ساعات سرطانات بنحتاج ناخد علاج كيماوي أو علاج إشعاعي. العلاج الإشعاعي لو هناخده على حاجة في الحوض عندنا زي مثلا ده سرطان مثانة، سرطان قولون، أي حاجة من الحاجات دي ونحتاج علاج إشعاعي على الحوض، طبعا عندنا المبيض هيتأثر. في عندنا طرق إن احنا ممكن نحط المبيض في ليت شيلد، يعني نحطه في يعني يتغلف بغلاف إن احنا نتجنب الإشعاع اللي هو داخله من الرصاص. دي حاجة. أو الحاجة التانية
الحاجه الثانيه ان احنا ممكن ناخد نجمد بويضات، يعني السيد تاخد مرشفات ناخد بويضات ونجمدها بره عندنا، بحيث بعد ما نعمل الريديو سيرابي والمبيض فشل يبقى السيد لسه عندها القدره الانجابيه موجوده ومعانا بويضات متجمده ليها، فدي مهمه. برضو بالنسبه للسيدات اللي بياخدوا كيمو سيرابي، يعني واحده عندها كانسر بريست، عندها مثلا لمفوما، لوكيميا، سرطانات الدم سرطانيه كلها، هتحتاج تاخد علاج كيماوي. قبل ما نبدا علاج كيماوي بنفهمها احنا دلوقتي خدنا علاج كيماوي ده هيدمر المبيض، مش هيبقى عندك مقدره على الحمل تاني. قبلها هنعمل برضه منشط ونسحب بويضات ونجمدها ونحافظ عليها. يبقى احنا السيدات هياخدوا علاج كيماوي هياخدوا علاج اشعاعي، دول نقدر ان احنا نتجنب فشل المبيض فيهم، وبرضه نكون عارفين الاسباب دي مهمه، لان برضه يعني في الاوضاع دي بيبقى سرطان بتاع الناس مخها انشغل مش فايقين، لكن طبيعي لازم الطبيب يبقى واخد باله من الحاجات ديت ويفهمها، لا احنا هنعمل كذا وهناخد كذا وناخد كذا. المشكله بتاعت ممكن تخف فعلا من بعد العلاج، بس المشكله هنخش في مشكله ثانيه، يبقى لازم ناخد بالنا منها، فدي من الحاجات المهمه. نخش برضو اللي بعد كده دكتور ايمن، عندنا الفاميليال والكروموزومال ابنورمالتيز، يعني في تلاقي عائلات فيها كتير، او تلاقي الاخت واختها واختها عندهم كلهم فشل مبكر في المبيض، وبرضو في بعض الامراض اللي هي ريليت كروموزومات، كروموزوم الابنورمال اللي هي الكروموزومات. عندنا مثلا زي التيرنر سندروم، ده معروف اللي هو ال 45 اكس او، يبقى احنا السيده يبقى عندها نقص في اكس كروموزوم. ممكن يكون بيور تيرنر، يعني كل خلايا جسمها 45 اكس او، دي طبعا بيبقى صعب انها ايه يبقى لها حل تاني. في الموزايك تيرنر، بيبقى بعض الخلايا فيها اكس او بعض الخلايا اكس اكس، دي بيبقى لها احتماليه، وممكن بالحاجات الجديده انها تساعد ان هي ممكن المبيض يشتغل تاني. عندنا برضو في حاجه اسمها فراجايل اكس كروموزوم، ده بيبقى فيه ديفكت في جين موجود في اللونج ارم بتاع الاكس كروموزوم، ده برضه بيؤدي لفشل في المبيض. عندنا برضه في حاجه من الحاجات اللي هي نادره جدا بس موجوده، وانا شفت حاله منها برضه، بيبقى عندنا النو اف اس اتش ريسبتور جين ابنورمالتيز، يعني احنا السيده ديت عندها المبيض كويس جدا، عندنا فيه بويضات موجوده في المبيض كويسه جدا، بس للاسف الاف اس اتش ريسبتورز الموجوده في المبيض دي مش موجود، فبالتالي الاف اس اتش عندها عالي وشغال، بس للاسف المبيض ما بيستقبلوش، ونلاقي هرمونات الانوثه اللي هي الاي 2 قليله. في نفس الوقت نعمل سونار نلاقي عندنا المبيض كويس، فيه بويضات كويسه جدا، نعمل مخزون مبيض نلاقيه عالي وكويس جدا. السيده دي مهما ادينا منشط مهما ادينا علاج للاسف ما بتستجيبش، لان عندها مشكله مفيش ريسبتورز بتاع الاف اس اتش اللي تشغل البويضات وتطلع البويضات، المستقبلات نفسها بالظبط. فدي مشكله كبيره، دي قد يكون برضو لها حل بالابحاث الجديده والكلام الجديد انها ترجع المبيض يشتغل تاني، بس دي من الحالات النادره ما اتعملش لها ابحاث برضو لان هي عددها قليل قوي على مستوى العالم. برضو عندنا في حاجه مهمه قوي اسمها جالاكتوزيميا. جالاكتوزيميا ده حضرتك طبعا دكتور ايمن عارف ان هو اوتوزومال ريسيسيف ديزيز، يعني عشان يجي لواحده ست لازم يكون الاب والام الاثنين حاملين لنفس الايه الاوتوزومال ديس اوردر، عشان يجي الجلاكتوزيميا دي من الحاجات برضه تؤدي فشل في المبيض. العبره ايه من كلام اللي هو الكروموزومات والوراثه؟ دي السيده اللي عندها حاجه طبعا مش هنقدر نعمل لها حاجه خلاص، بس ناخد بالنا من اخواتها. يعني دي واحده زي ديك حصل فشل مبكر عندها 20 سنه 22 سنه، اختها صغيره لسه البيريود مظبوطه والدنيا حلوه، مجرد ما تتجوز هاي ريسك، نحطها تحت الميكروسكوب ونجري بسرعه، هنعمل حقنه هنعمل حاجه هنجمد بويضات، ما نسيبهاش، لان بيبقى فاميليا ساعات بنلاقي الاخت واختها واختها، فطبعا يبقى احنا واحده اصيبت نلحق على الباقي ونبص عليه. فده برضو مهم جدا ان احنا نعرف الاسباب عشان نعرف نعالجها كويس. بعد كده في حاجه مهمه جدا دكتور ايمن اللي هو الاياتروجينيك اللي هو الخطا العلاجي، دي من الحاجات بقى المشهوره قوي دكتور ايمن واللي احنا لازم ننبه عليها الاطباء وننبه عليها المرضى عشان ياخدوا بالهم منها. من الحاجات المشهوره قوي يا دكتور ايمن اللي هي المناظير اللي بنعملها مثلا زي حاجات تكيس المبيض اللي هي بوليسيستيك اوفيريان سندروم، ده بيبقى ايه متلازمه تكيس المبيض، دي غير اكياس المبيض طبعا حضرتك عارف يا دكتور ايمن. ده بيبقى عباره عن ان المبيض فيه بالسونار بنلاقي فيه بويضات كتيره جدا اللي هي مسميات تكيس، ولازم يكون معاها زياده في هرمونات الذكوره، لازم يكون معاها تاخر في الدوره، وطبعا ايه بيبقى معاها تاخر انجاب. العلاج بتاعها للاسف ان هم بيعملوا تثقيب للمبيض ويعملوا يعني بيعملوا كي المبيض بالمنظار عشان يرجع يشتغل تاني، الكي ده بيدمر المبيض فبيؤدي لان بيحصل فشل مبكر في المبيض، في حين ان احنا متلازمه تكيس المبيض لها علاجات كثيره جدا وعلاجات جديده وحديثه، يعني اللي هو الانسولين سنسيتايزر، بنعمل الويت ريدكشن، في عندنا دراجز مخصوصه علشان حكايه تكيس المبيض، فبالتالي حكايه كي المبيض دي لازم تكون في اضيق الحدود، والافضل نبعد عنها بقدر الامكان
عشان دي احنا بندمر المبيض. يعني بنمسك المبيض ونكويه ونعمل فيه الثقوب ديت. ده للاسف من الحاجات اللي هي اسباب اللي احنا فشل المبيض. ده اصبح ممنوعا. تمام نسبة. ده كلام فعلا مظبوط. يعني الحركه دي حركه سيئه جدا 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 على كلام دكتور شربين. تمام صح كده؟ بيرجع العيانه بتدفع ثمنها بعد كده كتير قوي. دي كانت اتعملت من حوالي 20 سنه مثلا ولا حاجه. ده بيهرج اللي داخل ده يعمل. اكتشفوا بعد كده ان هو المفروض ان هي الكلام ده كله بيدمر مخزون المبيض. دي حاجه. التصرف ده تصرف دلوقتي علميا اسمه تهريج. يعني اللي احنا شايفينه دلوقتي ده جريمه. اياتروجينيك. عمال يثقب. خلاص كفايه يا باشا كفايه. اياتروجينيك يعني علاج خاطئ يؤدي لفشل المبيض. عندنا برضو اكياس المبيض اللي هي العاديه. دكتور ايمن دايما من الدكاتره بيتسرعوا ويخشوا يشيل. هنشيل بالمنظار، هنفتح البطن ونشيل اكياس المبيض ديت. بنحاول علاج الطب ليها الاول، العمليات والجراحه والمناظير طبعا دي اخر حاجه نلجأ لها الا مضطرين. لان حتى في الكلام اللي هو موجود على الساينتفك اللي هو مثلا في بره وكلام بيقولوا even with best hands there will be a permanent reduction in ovarian reserve after ovarian cystectomy. يعني حتى في احسن الايادي. احسن الايادي عندهم ايه؟ يعني واحد شغال مناظير بس، ما شغالش في حاجه في حياته غير مناظير. حتى في احسن الايادي وهو شغال شال كيس من على المبيض لازم هيبقى فيه نقص في مخزون المبيض دائم، لان لازم في انسجه المبيض بتطلع معاه. فالكلام ده مهم. يعني احنا ما نستعجلش دايما ان احنا نخش بالمنظار نشيل كيس نخش، ده مش حلو جدا. وبرده من المشاكل الكبيره برده دكتور ايمن البطانه المهاجره. البطانه المهاجره دي برده ما نخش بالمنظار بسرعه ونشيل، لا. الكلام الايفيدنس بيزد بتاعها ان احنا لو هي اقل من 5 سم ما بنجيش ناحيتها خالص، بندي الاندكشن بتاعنا عادي، بنعمل حقن مجاري عادي. بس صاحب البويضات محتاجين يعني ايد مهره شويه ان هو بيبعد عن الكيس الشوكولاته دوت، ما يجيش ناحيته وهو بيسحب البويضات. تاني حاجه لو حجمها كبير اكبر من 5 سم بتاخد علاج هرموني لمده 6 شهور، حجمها بيصغر ونرجع نعمل حقن المجهري تاني. حكايه اللي هي العمليات والمناظير الجراحات بتاع البطانه المهاجره دي بنخليها في اضيق الحدود لما نكون مضطرين ليها جدا. يعني احنا بقدر الامكان بنحاول نتجنب اي عمليات تمس المبيض، اي مناظير تمس المبيض، عشان نحافظ على مخزون المبيض ما نؤديش الى فشل المبيض. ولو السيدات اللي هي هتخش تعمل منظار دكتور ايمن عمل تحليل مخزون المبيض اللي هو الاي ام اتش قبل ما تعمل منظار وبعده بشهرين هتحس هي خسرت قد ايه من مخزون المبيض بتاعها بعد المنظار. فدي حاجه مهمه. يعني ايه؟ لازم في اضيق الحدود دكتور ايمن عشان نحافظ. دي الحاجات اللي هي الاياتروجينيك. احنا بنشوف ساعات دكتور ايمن تلاقي عيانه جايه تقول لك ده كان عندي كيس على المبيض وشل المبيض. ما كلام مش معقول، حرام يعني. صعب قوي الحقيقه. انت ابهرتني بذكرك للاسباب بجد. يعني انت حضرتك قلت الاسباب اللي هو اللي هيقولهم في امتحان هيطلع الاول على الدفعه. ما شاء الله. فاضل سبب مهم بقى دكتور ايمن جدا، ايديوباثيك. في كتير جدا من الحالات ما لهاش طب. بشكل يعني كام في المية تقريبا؟ لا كتير. يعدي 50%. 50% يعدي بلا سبب. بلا سبب. يعني حكايه اللي هو وجود اسباب، يعني مثلا ممكن يقل من 50%. انما ما فيش سبب. يعني ممكن نفحص ونعمل كل حاجه، لا ما فيش سبب خالص. ده موجود بنسبه كبيره جدا يا دكتور ايمن. فدي الاسباب دي كلها هي فايدتها دكتور ايمن زي ما قلنا ان احنا نعرف ازاي نتجنبها، نحافظ على الست وننصح السيدات يعملوا ايه. فدي حاجه مهمه قوي. الاعراض الست بتشتكي من ايه قبل ما ندخل في الجديد في العلاج والبروميسنج والابحاث والحاجات الحلوه اللي طالعه في العالم كله دلوقتي بتنذر وبتقول فعلا ان في نتائج، وبنشوف نتائج جيده الى حد كبير. وخصوصا مع برضه انا عايز نبين للناس هو كسل ولا فشل عشان نبقى برضه واضحين، لان الخط ده الفاصل ما بين كلمه كسل وفشل احيانا يكون خط خفيف كانه مرسوم بقلم رصاص خفيف. تمام. احنا عندنا بالنسبه للسيدات الاعراض بقى اللي بنحس بيها او الاعراض اللي هي موجوده دكتور ايمن، ان احنا عندنا طبعا اول حاجه العقم او تاخر الانجاب. بس دي غالبا توصل لمرحله اسمها العقم ان هي ما تنفعش تخلف على اساس ان ما بيبقاش فيه بويضات، ما فيش عنده القابليه ان هو يطلع بويضات صالحه للانجاب. فدي حاجه اللي هي الجزء الاولاني اللي هي الوظيفه الاوليه الانجابيه. نيجي على الوظيفه الثانيه الهرمونات. دي مهمه جدا يا دكتور ايمن. حضرتك احنا عندنا الهرمونات بتاع المبيض مهمه. لما يكون ما فيش هرمونات المبيض اللي هي هرمونات الانوثه موجوده بنخش في مشاكل. اول حاجه واخطر مشاكل اللي هي الاثيروسكلروزيس اللي هي تصلب الشرايين وامراض القلب. حضرتك لما تشوف الانسيدنس بين امراض القلب وتصلب الشرايين في الرجال والاناث هيقولوا تحت سن الياس بيبقى الرجال اعلى من الاناث، بعد سن الياس الاثنين بيتساووا مع بعض. فاحنا دي واحده
من الاول خالص ما فيش عندها هرمونات الانوثه، يبقى احنا زودنا نسبه تصلب الشرايين، نسبه امراض القلب. عندها تاني مشكله نسبه الاوستيوبوروزس اللي هي هشاشه العظام بتزيد جدا جدا، حتى السيدات كبار السن بعد ما انقطع القمص عندهم بيبدا يخش مشكله ايه هشاشه العظام، لكن دي واحده من الاول وهي صغيره عندها عشرينات، عندها مشكله كبيره جدا بتفضل طول الفتره ديت بدون الهرمونات اللي تحافظ على العظام بتاعها. عندنا طبعا اللوس اوف ليبيدو، يعني السيده بيبقى عندها مفيش احساس، مفيش رغبه في العلاقه، دي مشكله طبعا. عندنا بيبقى في جفاف في المهبل وفي الام اثناء العلاقه الزوجيه، ده طبعا وارد. عاده بتبقى مصاحبه برضه دكتور ايمن بهايبوثايرويديزم، فلازم بنعمل تحليل التي اس اتش للحالات ديك عشان نطمن، عشان لو محتاجه علاج تلحق تاخد العلاج. بيبقى في ريتابيلتو في ديبريشن طبعا، بيبقى في قلق واكتئاب، ده مصاحب دايما للمرض دوت. ساعات بيبقى معاها دراي اي كده بتبقى موجوده، جفاف برضه في العين. فاحنا الحاجات اللي هي الهرمون دي كلها مهمه جدا وما تتسابش، لازم يبقى احنا عارفينها. لان يا دكتور ايمن دايما السيده لما تروح عندها فشل مبيض تكشف عند الدكتور لا خلاص المبيض مش شغال مفيش علاج، ويسيبها بقى. والحاجات التانيه المضاعفات اللي احنا نقدر نتجنبها ان احنا ناخد ادويه ليها عشان نحافظ على حياتها بينسوها، لان هو ايه للاسف هو يعني الدكتور بيبص لحته صغيره اللي هي العقم واللي هي تاخر الانجاب، بينسى الوظيفه التانيه، الوظيفه مهمه جدا جدا طبعا للسيدات. التشخيص وطرق العلاج ما بين الحداثه وما بين الطرق التقليديه. تمام، احنا بالنسبه للتشخيص عندنا طبعا في عندنا تحاليل هرمونات، في عندنا السونار، السونار بنقيس حاجه الاي اف سي انترال فوليكولار كاونت اللي هو عدد البويضات الموجوده في المبيض في الاول الصغير، دي بنقيسها بالسونار اثناء البيريود ثاني يوم او ثالث يوم البيريود، دي ليها عدد معين بنطمن عليه. تاني حاجه الهرمونات المهم قوي فيهم عندنا الاي ام اتش اللي هو مخزون المبيض، ده بيدينا بدقه جامده مخزون المبيض فاضل قد ايه ونقدر نعمل معاه ايه. وعندنا الاف اس اتش والال اتش والاي 2 دول بيتعملوا ثاني او ثالث يوم البيريود، ده برده بيدينا دلالات. هم دول احنا بالاثنين دول هرمونز والسونار نقدر نشخص فشل المبيض او ضعف المبيض او نقص مخزون المبيض، دي كلام اللي هو نقدر نشخصه بدقه عن طريق التحاليل وعن طريق الايه السونار. نيجي بقى اما نيجي على العلاج، العلاج دكتور ايمن في عندنا شقين. الشق الاولاني احنا قلنا عندنا الهرمونات اللي نقصت ديك، طبعا احنا ما نقدرش نسيب السيده ديك ونقول لها ما فيش علاج وما تاخديش علاج، يبقى دي جريمه برضه في حق السيده اللي هي عندها فشل مبيض. احنا هنسيبها يبقى احنا عرضناها لامراض قلب قريب وعند يبقى ايه اثرنا حياتها وعمرها. طبعا احنا الحل بتاعنا اول حاجه بناخد علاج هرموني، علاج الهرموني ده كبديل لايه نقص الهرمونات الطبيعيه المفروض المبيض بيطلعها، وليس كعلاج هرموني لايه للحمل. يعني مش بنعالج العقم بالهرمونات، العلاج الهرموني في فشل المبيض ده عشان حفاظا على صحة المرأة. يعني احنا بناخد علاج هرموني اللي هو معروف عن السيدات اللي هو الحبوب المصطبة ابيض وبني، بتمشي عليها لغاية سن الـ40 على الأقل، بتمشي عليها باستدامة بحيث بتحافظ على تمنع الاثيروسكلروزس اللي هي تصلب الشرايين وتحافظ على القلب، تحافظ على العظام بتاعتنا، فدي من الحاجات المهمه. في نفس الوقت بقى بتحافظ على اللزوجه الطبيعيه بتاع المهبل، تحافظ على الاحساس الطبيعي بتاع السيده، بتحافظ على الشعر بتاع السيده، بتمنع الضمور بتاع البريست بتاع الثدي، فهي مهمه جدا جدا انها تاخد ما تتنسيش. تاني حاجه بناخد كالسيوم وفيتامين د عشان نمنع هشاشه العظام. ثالث حاجه الرياضه مهمه برضو بالنسبه لهذه السيدات عشان القلب وعشان العظام، برضو بنحافظ على الهيلسي بودي ويت، ده مهمه برضو عشان القلب وعشان العظام. الحاجات دي كلها مهمه جدا جدا لصحه السيده، ده العلاج الدور الهرموني بتاع المبيض. نيجي بقى للدور الانجابي يا دكتور ايمن. بالنسبه للعلاج بتاع الدور الانجابي بتاع المبيض في حالات فشل المبيض ملوش علاج طبي ولا هرموني ولا جراحي ولا حقن مجاري، ملوش علاج. ده الكلام لغاية هذه اللحظة اللي احنا بندرسه في كلية الطب، لا يوجد علاج لفشل المبيض من الناحية الإنجابية، سواء علاج هرموني ولا علاج طبي ولا علاج جراحي ولا حقن مجاري هيجيب نتيجة. كده احنا خلصنا الكلام العلمي الإيفيدنس بيز اللي بنتكلم فيه. نتكلم بقى على الكلام الجديد دكتور أيمن، من هنا هنتكلم على ميديكال ريسيرش اللي هي الابحاث الجديده والتجارب الجديده وليس العلاج الطبي المعتمد. دي بدات طبعا زي ما حضرتك قلت قبل كده، هي بدات الاول في امريكا في 2016 على فئران التجارب اللي هي دخل في المنوبوز، حقن المبايض بالبي ار بي بلت تريتش بلازما، اتفاجئوا ان المبايض رجعت تشتغل الثاني بعد ما كان المعتقد ان السيد دخل سن الياس ما فيش بويضات ثاني. بداوا يشتغل على السيدات، لقينا في سيدات البيريود قطعها بدات ترجع، في سيدات المخزون القليل بدا يتصلح، في سيدات كنا بندي حقن حقن مجهري كتير عشان تطلع بويضات ما بتطلعش بدات تطلع بويضات، في سيدات حملوا لوحدهم بعد حقن البي ار بي، الكلام مش عندنا بس على مستوى العالم. احنا بدانا اشتغلنا الكلام ده بعد ما خدنا الموافقه الاسكال كوميتي عندنا في الجامعه
وفي بعض رسائل الماجستير احنا مشرف عليها مع بعض الاساتذه زمايلي في الجامعه عندنا برضو. دي بدانا ان احنا نشتغل في ده صوره بحث كان اول حاله حملت عندنا ونزلناه ونشرناه. دي حاله كانت حملت بعد ما خدت حقن مجهري مرتين وفشل ما طلعش بويضات، حقن المبيض بالبلازما زي موجود في الصور كده عن طريق المنظار. بعد حقن المبيض بالبلازما بدا المبيض يشتغل وحصل حمل لوحده وحملت ولدت، وبعدها بست شهور تقريبا حملت ولدت تاني. فمعنى كده دي من الحالات اللي هي كانت هوبلس كيس، وبعد حقن البلازما بدا المبيض يشتغل واتنشرت في مجله دوليه. دي من الحاجات اللي هي البرومزنج طبعا ان احنا حقن المبيض بالبلازما. ده اللي هو موافقه لجنه البحث اخلاقيات البحث العلمي عندنا في الجامعه على البحث اللي احنا كنا عاملينه. دي من الحاجات برضو المهمة ان احنا اي بحث علمي قبل ما يتعمل لازم يتاخد موافقة عليه. برضو في بعد كده اللي هي الرسالة ده برضو دي بحث انا عامله مع استاذ من الاساتذة عندنا في الجامعة، ان احنا بنقارن حقن المبيض بالبلازما مقابل حقن المبيض بالمحلول الملح. فبنشوف هل هو نهون الصالح فيهم. ده احنا نشرناه في مسجلينه على الكلينيكال ترايل، ده من اكبر المواقع طبعا اللي هي موجوده على مستوى العالم في تسجيل الابحاث. وبعد ما خدنا موافقه مجلس الاسم عندنا طبعا، وخدنا موافقه الاسكال كوميتي برضه. وده برضه قدامنا دي رساله ماجستير احنا برضه مشرف عليها انا واثنين من الاساتذه زمايلي، ان احنا بنعمل حقن المبيض بالبلازما عن طريق المنظار ونشوف النتائج بتاعته ايه. برضه بعد ما خدنا موافقه مجلس اسم ومجلس الكليه وخدنا موافقه الاسكال كوميتي. دي كلها زي ما نقول لغايه دلوقتي يا دكتور ايمن ابحاث تجارب، بس لازم تتعمل اندر سوبرفيجن، يعني مش اي وده حد. جزء من الحوار العلمي مهم جدا، البحث تمام. العلمي جزء من الحوار العلمي لازم نهتم ان احنا ندعمه. محتاجين انه في جهات نقدر نقول اشرافيه لا غير اشرافيه، يعني دعم مالي من جهات معينه في جهات خاصه. يا ريت طبعا تبقى حاجه كويسه. البحث العلمي بره في جهات بتدعمه طبعا. بتدعمه طبعا. هنا طبعا البحث العلمي انتوا بتشتغلوا يعني كده الحمد لله يعني بالقدرات الشخصيه طبعًا بالحاجات طبعًا الشخصيه طبعا طبعا ما شاء الله، يعني لغايه دلوقتي بروميسنج يعني بروميسنج طبعا طبعا يعني نتائج واعده، سواء عندنا في الابحاث اللي احنا عملناها وشفناها، سواء على مستوى العالم. لان احنا عندنا بالنسبه للمبيض لما يحصل فشل هو ملوش علاج في ثلاث طرق بس على مستوى العالم. احنا اول حاجه الخلايا الجذعيه اللي اتعملت في الاول، تحضيرها صعب وحقنها صعب، فبالتالي بدات تقل خالص ونتائجها مش حلوه قوي. في عندنا حاجه اسمها تفتيت المبيض اللي هي اوفيريان فراجمنتيشن، بيتاخد المبيض عن طريق الجراحه ويتقطع ونتعامل معاه عن طريق بعض الكيميكالز ونرجع نحقنه، مش نحقنه بقى، نرجع نزرعه تاني. فبدا عشان يبدا يشتغل. دي برده جراحه وعمليات ونتائجه برده مش سهله قوي. بالنسبه اسهل حاجه اللي هي الايه البي ار بي، اللي هي بدات دلوقتي على مستوى العالم تقريبا معظم دول العالم دلوقتي شغاله فيها، لان النتائج بتاعتها حلوه سهله جدا مش متعبه في حاجه. بس المهم مين اللي يعملها وتتعمل ازاي، طريقه التحضير ازاي، الكلام ده كله مهم يا دكتور ايمن. يعني انا قبل ما ابدا اشتغل اخدت حوالي تقريبا ما يقرب من سنه على تحضير البلازما، تحضر ازاي، تتعمل ازاي، ايه الانابيب بتاعتها، ايه الشرطات بتاعتها، الشرطات في العيان ايه. وده اللي بيفرق ويخلي نتائج مكان كويس ونتائج مكان مش شغال كويس، برضو ده بتفرق كتير يا دكتور ايمن. البي ار بي كمان عمل نتائج بقى جيده جدا في مسائل الريجوفينيشن بتاعه الجينيتاليا، في اعاده نضاره بالنسبه للليبيا. دي 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 نتائج واضحه تمام. اللي احنا بنسميها او شوت او اورجازم شوت دي من الحاجات الجميله جدا جدا. ده فعلا بيتحقن في الكليتورز، بيتحقن في الجي سبوت، بيتحقن في الوول بتاع الفاجينا اللي هو الجدار المهبل. بالتالي ده بيصلح حاجات كتير. اول حاجه بيصلح الاحساس والرغبه عند الزوجين، طبعا بيصلحها بكفاءه عاليه جدا جدا. جفاف المهبل بيصلحه حلو جدا. دلوقتي في ابحاث جايه مشرف برضه على رساله ان احنا بنستخدمه في علاج السلس البولي، من الحاجات الكويسه جدا جدا، لانه بيعيد الانسجه للوضع الطبيعي بتاعها، فبيقوي العضلات اللي هي بتتحكم في المثانه في البول، فبرضه من الحاجات الكويسه والنتائج بتاعتها الجميله على مستوى العالم. فالبي ار بي من الحاجات الكويسه جدا جدا. وبعد كده البي ار بي برضه دكتور ايمن بنستعمله في الليكوبليكيا بتاع الفالفا، لما يكون حقنا كورتيزون وحقنا حاجات وما جابش نتيجه خالص. البي ار بي الليكوبليكيا بيبقى زي وايت ديسكولوريشن في الوول بتاع بيضاد 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 اللون بتاع بالاضافه بيبقى فيه هايبر بليزيا شويه فيها بتاع، بيبقى فيه مشاكل بتعمل ايتشنج وايريتيشن جامد وبتاع. فلما يفشل العلاج كله لقوا ان حقن البي ار بي برضه بيجيب نتائج كويسه جدا. ليها استخدامات كتير قوي عندنا البي ار بي طبعا طبعا. انا هسيب بقى حضرتك تقدم لنا الكلام بتاع الاستاذ الدكتور بكر النشار، يعني حضرتك يعني
اقدر مني في التقديم ده. تمام طبعا استاذي الدكتور ابو بكر النشار ده معروف لجميع اساتذه وجميع الاطباء، ويعتبر استاذ الاساتذه جميع الاطباء على مستوى اسمي غني عن التعريف مصر بس، لا على مستوى العرب، لا على مستوى العالم كله. مفيش مؤتمر دولي في اي مكان في العالم غير لما تلاقي المحاضرات بتاعته موجوده عنده، موقع فيه محاضرات اكبر عدد محاضرات على مستوى العالم موجود فيه. طبعا من الاساتذه اللي الناس كلها تجلهم، يعني احنا بنقول عليه مثلا العلامه، بنقول عليه مناره العلم، بنقول ما شاء الله. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني طبعًا. يعني ده استاذنا كلنا. وطبعا كنت انا قابلته في مؤتمر الجمعيه المؤسسه الامريكيه الدولي، كان المؤتمر الثاني، وكنا اتقابلنا مع بعض وكان حضر، وكنت انا في محاضره هناك بقولها، وبعد كده خدت رايه في الاخر. طبعا رايه اسعدني جدا، وشهاده اعتز بيها جدا 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 جدا. هنسمع طبعا، يعني يسعدني ان يكون على شاشتنا في القاهره والناس القيمه العلميه الكبيره استاذ الدكتور ابو بكر النشار. تعالوا نسمع مع بعض كلامه، يعني ما سجلناش كتير او ما خدناش فيديو طويل، كان نفسنا يكون اطول من كده، لكن هنسمع كلام مهم جدا. تعالوا نسمع مع بعض ونرجع تاني. وطبعا يشرفني ويسعدني راي استاذي الفاضل وقدوتي الاستاذ الدكتور بكر النشار. الحقيقه انا بهني حضرتك على اقتحامك هذا المجال اللي فيه بنقول للست مفيش امل، لكن دايما الامل موجود في ربنا، وموجود في الطرق الجديده في الابحاث. وبحييك درجه الامانه، وانك انت بتقول بان هو ده لسه تجريبي، وانك انت بتعمل كونسلنج، بتعمل مشوره، وبتفهم المريضه ان هذا الكلام تجريبي، وان النتائج ما هياش اكيده 100%، لكن احنا بنعمل كده ان هو ممكن ان هو يفيد. وانا الحقيقه النهارده لما شفت البرزنتيشن بتاع حضرتك وازاي بان الحمد لله في حالات نجحت، فدي كلها شيء مبشر وشيء جميل، ويدي الفرصه للاخرين بان هم يحاولوا بان هم يجربوا ويسيروا على نفس الطريقه ويشوفوا النتائج بتاعتها شكلها ايه. الحقيقة طبعا أكيد الحوار يعني هو دعوة موجهة طبعا للدكتور نشار، في أي وقت يكون فاضي يشرفنا، يبقى حاجة عظيمة جدا 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 قامة كبيرة جدا طبعا جدا جدا، نسعد جدا بوجوده معانا. هرجع تاني أقول إنه الاجتهاد وفريق العمل ده فريق عمل طبعا، مش بس أداء فردي. لا بنتكلم طبعًا على فريق عمل كبير بيعمل شغل فيما يتعلق باستعادة نشاط المبيض والريجيفينيشن. تعبير ريجيفينيشن تعبير دقيق؟ لا، هو ريجوفينيشن يعني هو التعبير الاصطلاحي اللي هو في المعجم بتاعها يعني اعاده احياء. احنا نقصد اعاده تنشيط المبيض، اعاده تشغيل المبيض الثاني بعد فشل، بعد ما كانش فيه بويضات خالص. يعني احنا دلوقتي ما بنحقن البي ار بي اللي هي البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه، بيبقى فيه جواها حاجه اسمها جروث فاكتورز اللي هي عوامل نمو. عوامل نمو تتحقن في المبيض بتخلي المبيض يرجع يبدا يشتغل ثاني، بتقول له اشتغل ويبدا يشتغل ثاني. هي طبعا من الحاجات المهمه، اول اسئله كثيره بتسال لينا بيقولوا هل ده ممكن يعمل سرطانات، يعمل اورام في المبيض ولا حاجه؟ عيانين كتير بيسالوا الكلام ده. هو طبعا مش ممكن يعمل اي اورام ولا اي حاجه خالص، هو كل فكره ان هو العوامل النمو بتشتغل على الجدار بتاع الخليه وليس على النواه. فدي اول حاجه اللي هي تدينا الامان الكامل انها ما بتعملش اورام ولا حاجه. تاني حاجه استخدام البي ار بي في اذر ميديكال فيلدز، يعني في برانشات الطب المختلفه بقى لها سنين طويله جدا واستخدم كتير قوي، ما فيش منها اي مشاكل خالص. يعني هي لو ما فادتش مش هتضر، هي بالعكس هي من الحاجات اللي هي هتبقى كويسه جدا، والحاجات اللي هي بروميزنج جامد طبعا. بقى كل ده تحت عنوان البحث العلمي، احنا بنتكلم طبعاً في منطقه بحث علمي. البحث العلمي له شكل معين في الطرح والتفصيل. ده المؤتمر حضرتك، المؤتمر المؤسسة الأمريكية الدولي الثاني، ده كان فيه الدكتور بكر، وكان فيه بقى كوكبة من العلماء كلهم على مستوى كل العالم، طبعا يعني العائلة المصرية في عالم النساء وعالم التأخر اللي كانت بتكون موجودة. هسمعك الفتي، لازم اسمعك ابو العريف، اكيد ما ينفعش نمشي مهم بعد العلم الدقيق والكلام المهم بتاع المستقبل، بتاع الامل، بتاع النهارده وبكره وبعده، بتاع ان احنا نرغب في انه احنا نحافظ طبعا على مش بس قدره الست على الانجاب، كمان مهم قوي ان احنا نحاول نرجع للست قدراتها الانثويه، ده شيء مهم جدا طبعا جدا جدا يا جماعه. تعالوا نسمع ابو العريف هيقول ايه. يا باشا، عندنا واحدة في العيلة ما خلفتش
وتاخد 7 دخات دكاترة وأعشاب وأعمال وزي ما تقول قول. آخر حاجة دكتور قال لها عندك فشل في المبيض. قلت لهم بس ما تكملوش. عارفين زمان لما كانوا بيقولوا في الأفلام ضحينا بالجنين عشان الأم تعيش؟ أهو ده فشل المبيض، لو تعالج بيضعف القلب، يعرض حياة الأم للخطر. بلاش أحسن، عصفورهم في اليد خير من 10 على الشجرة. موضوع فشل المبيض ده مالوش علاج. It is complicated. هو طبعا يعني ده الفتي الطبيعي التقليدي بتاع اي حد، لو ما تعالجش حاجه ما تحقنش ما تعملش ما تحاولش ما تفكرش ما تعملش ابجريدنج لنفسك، خليك زي ما انت. ده كلام مش موجود دلوقتي في العالم كله. العالم كله بيسعى الى تطوير البحث العلمي وتطوير الوصول الى النتائج. صحيح احنا بنقول ده تحت عنوان البحث العلمي، ده مهم جدا ان احنا نحط الكلام ده قدامنا، لكن البحث العلمي في مصر انا بعتقد ان احنا لازم ندعمه بشكل قوي جدا. احنا بنحاول اهو ندعمه. المؤسسات، انا بشكرك شكرا جزيلا على جهدك في هذا المجال. بدعو المؤسسات انها تقف جنبك، المؤسسات القريبه منك اللي تقف جنب كل من يبحث على تطوير أنواع معينة من الأساليب العلاجية التي تكمن أو تقف أمام حائل مهم جدا قد يكون في السابق كان مستحيل، نأمل أنه ما يكونش مستحيل. الجملة الختامية لحضرتك. هو طبعا إحنا بنقول لجميع السيدات ما تيأسيش، ما نقولش ما فيش أمل، لا في أمل إن شاء الله. إن شاء الله في المستقبل القريب هيبقى في حل، وحل كويس جدا. هي البشرة بتاعته بدأت تبان، بدأنا في نتائج كويسة جدا. يعني السيدات اللي هم عندهم ياخدوا حقن كتير ما يطلعوش بويضات، ما ينفعش، يفشل حقن المجهري. السيدات اللي عندها مخزون قليل جدا، السيدات اللي بنعمل لها حقن مجهري ونلاقي البطانه بتاع الرحم ضعيفه وما ينفعش تساوي البويضات دي، من كل دوت في القريب العاجل هيبقى البي ار بي حل كويس جدا ليها ان شاء الله. ان شاء الله هيبقى علاج معتمد، اعتقد هذا ان شاء الله، وهيبان الايام الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. نورت وشرفت وابدعت كالعاده. ربنا يخليك. استفدنا استفاده كبيره جدا من كلام اسم كبير في عالم النساء والتوليد، واكيد الاكاديميين لهم طريقه شرحيه رائعه، الاسباب في الشرح والتفصيل والاعراض في الشرح والتفصيل والتشخيص في الشرح والتفصيل، سواء الاساليب الكلاسيكيه في التعامل والتبتيه والتوضيح الكامل لما كان يتم في التعامل مع المبيض من تثقيب، اللي كان اعتقد انه كان جرم شديد الخطوره. التثقيب ده اتمنع من العالم دلوقتي، ولما بتعمل في اضيق الحدود بشروط معينه. حتى في البيبرز الجديده دلوقتي بتجد ان هذه الشروط ربما غير كافيه لتامين المبيض، القاعده الأربعة. أنتوا أكيد النساء والشباب الأطباء عارفين قاعدة الأربعة، نعمل أربعة وفين بالضبط وقد إيه والفولت قد إيه، الكلام ده كله أنتوا عارفين. حتى ده في ظل الطب الحديث ما بقاش التثقيب بقى موجود، لكن بقى فيه أمل وبرقة أمل كبيرة. نتمنى زي ما قلت لكم دعم البحث العلمي الموجود في مصر وفهم الدقيق جدا لمشكلة تؤرق كل أسرة مصرية، مش بس اللي مش عايزين ينجبوا، اللي أنجبوا وست فشل وعندها 30 سنه و 32 سنه انجبت وكل حاجه، بس تعاني من كل الاعراض اللي قالها الدكتور شربيني. ده في منتهى الاهميه. ضيفي العزيز القمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور محمد فرج الشربيني. الاستاذ الدكتور محمد فرج الشربيني استاذ امراض النساء والتوليد، الاستاذ بكليه الطب والعضو المشارك في الكليه الملكيه للاطباء النساء والتوليد بانجلترا، وعضو الجمعيه الامريكيه للتجميل النسائي، وصاحب دكتوراه امراض النساء والتوليد واستشاري الحقن المجاري وجراحات المناظير والتجميل النسائي، ورئيس مجلس اداره مستشفى ومراكز تبارك للولاده والحقن المجاري والتجميل النسائي. شرف كبير لينا وجودك معنا. شكرا دكتور ايمن، نورت الدكتور. شكرا، خليكم دايما مع الدكتور.